Administrative examination too, and the in India we call it civil services examination. Unfortunately, after the written and theory at interview, they did not selected me, and then ultimately my destination was to be medicine, so I went into medicine. Okay, great. أنا بقالي 9 سنين في الكلية. أنا بدأت مع أول دفعة بنات في الكلية. دكتور عارف أيضا. أنا جيت لقيت الدكتور عارف الدكتور حبيب وكنت أنا تقريبا أول فيميل في الكلية. ما شاء الله. طيب دكتورة السؤال الثاني كم ولد عندك وهل تنصحيهم يدخلون طب؟ والله أنا عندي 3 أبناء ولدين وبنت. الولدين حاولت معاهم انهم يدخلوا طب صيدلة لكن هما كان اتجاههم انجينيرنج فدخلوا الاثنين وما زال عندي البنت في ثانوي ويا رب يعني هي نفسها تدخل حاجة تبع السيكاتري انا ما فضلوش قوي لكن لو هي حابة خلاص دكتورة وش كان طموحك منذ الصغر؟ هل كان طموحك تدخلين طب تخصص في علم الأنسجة أو كان طموح آخر يعني كانت تتمنى دكتورة عزة؟ لا وأنا لحد ثانوي يمكن ما كنتش بفكر في الطب خالص، كنت بفكر في سياحة وفنادق، كنت بفكر في إعلام، لكن لما دخلت الثانوي وبدأنا ودخلت القسم العلمي وابتديت يعني طبعا الثانوي المواد متعمقة شوية في العلمي ومع طبعا مناقشة الأسرة والعائلة فقررت إن أنا أدخل كلية الطب لكن هيستولوجي لا ما كنتش بفكر فيها خالص لحد ما اتخرجت حتى إن أنا أدخل هيستولوجي يا إما أنسجة يعني لكن قدر الله ما شاء فعل. كان لك طموح آخر في كان في دماغي إن أنا ممكن أتخصص في الأطفال حاجة تبع الكلينيكال لكن الظروف المنزلية والعائلية أجبرتني شوية على إن أنا أتجه للاتجاه الأكاديمي. طيب دكتورة آخر حاجة يعني وش شعورك بما أن هذه آخر سنة لكم كلية؟ والله يعني أنا مش قادرة أوصف شعوري قوي لكن أنا طبعاً
مش هقول ان انا مش مبسوطة ومش هقول ان انا حزينة قوي، لكن انا هفتقد كل شيء هنا، وخصوصا ان الكلية يعتبر ان انا من بداية ما بدأت انا بدأت معاها، فتعتبر كأنها بقت كليتي. انا اتبنت وانا كنت موجودة وشفت الاجيال وهي بتطلع وتخرجوا ناس درسنا لهم وما زال معانا طلبة، حصل فينا التآلف والتواصل مع الطلبة والطالبات. ف يعني صعب عليا ان انا افارق المكان، لكن احيانا ظروف البني ادم بتحكم عليه. يعني صحيح، يعني احنا دكتورة فعلا نتمنى وجودك بالكلية، ولكن بما ان هذا الشيء يخدمك ويعني ويخدم ايضا ابنائك، يعني احنا نتمنى لك الخير دائما. شيء اخير نصيحة توجهها للطلاب والطالبات؟ طبعا انا دايما بنصح اولادي انهم دايما يتطلعوا للعلا وما يتوقفوش عند درجه معينه، لا احنا لازم كل ما هتجتهد كل ما هتلاقي النتيجه بتاعتك، على قد ما هتدي على قد ما هتاخد. فلازم يعني نصيحتي القويه ليكم ان انتوا تتابعوا في الدراسه باعلى مستوى، لان بعد كده انت هتبقى فخور بنفسك بالانتاج اللي انت هتوصله. استمروا على اللي انتوا فيه. الله يرضى عليك. انتوا يعني دفعة كويسة جدا جدا جدا. الله يرضى عليك. اتمنى دايما ان انتوا يعني ما توقفوش عند المستوى ده. ده بداية حاجة كويسة ان شاء الله بعد كده باذن الله فرصة بإذن الله. الله يرضى عليك. شكرا. Send directed learning. That's all, more time. Because you have a good curriculum. Thank you. Make the best of it. Thank you. Thank you. بس انا لما دخلت طب بصراحه يعني اقول لك الحق انا في سنه اولى وثانيه ما كنتش يعني مندمج قوي في الجو بتاع الكليه، وكنت حاسس ان انا يعني مستغرب الجو شويه. لما كنت من سنه ثالثه وثالثه بالتحديد لا بحب الكليه جدا، لاني ابتديت ما اعتمدش على ان انا احفظ، ابتديت افهم الكلام اللي انا بقراه، ولما ابتديت افهم ابتديت احب الكلام ده جدا. يعني ابتديت افهمه واتعامل معاه فهم مش بحفظ، ابتديت احبه جدا، وابتديت اقرا زياده عن المحاضرات و فبقيت يعني انترست فيها جدا من سنه ثالثه وطالع فما فوق. I recommend all students to work hard, be committed, and prepare well. Thanks, Dad. Okay, my pleasure.